يمكننا أن نحقق الأهم ثلاثة نقاط مهمة في بداية هذا المشوار الإفريقي اللي خلتنا أننا نزعموا هذه المجموعة. مقابلة كنظن لعبنا أمام فريق اللي عنده الصيد ديالو في القارة الإفريقية اللي هو فريق إنيمبا. الحمد لله تمكنا أننا نفرضوا السيطرة ديالنا على المقابلة ونسجلوا هدفين، وكان بإمكاننا أننا نسجلوا أكثر من ذلك الحظ ما وفقناش. فكنتمنوا أننا نمشيوا في هذا المنوال ونحققوا نتائج إيجابية أكثر في هذه الكأس هذه. اللي كنتمنى هو الرجوع للجماهير ديالنا إن شاء الله باش تساندنا، حيت بلا الجماهير ديالنا ما كنسوى والو، لأن هي اللي غتساندنا واللي هي غتخلينا نمشيوا أبعد نقطة إن شاء الله في هذه المسابقة. اليوم كان أهم حاجة اليوم هو خرجنا في ثلاثة ديال النقط، كنعرفوا الأهمية ديالها، خاصة هذه أول مقابلة في دور المجموعات. كأس الاتحاد الافريقي لازم عليك انك تفوز في الميدان ديالك بثلاثه ديال النقاط. الحمد لله اللاعبين اليوم دخلوا باش انهم يفوزوا، كنا متخوفين بعض الشيء من الحضور الجماهيري. الحمد لله اليوم الجماهير جات سندتنا بقوه، هما السند ديالنا في جميع المقابلات. كما قلت لك بعد الخساره ديالنا ديال نهائي ديال كاس العرش، فبقاو لنا دو كومبيتيسيون هذا الموسم هذا، كنتمنى ان شاء الله اننا نمشيو لابعد نقطه في هذا دو كومبيتيسيون ان شاء الله، ونفرحوا الجماهير ديالنا وغادي نعطيو كل ما في جهدنا ان شاء الله، لانه صراحه الجماهير ديالنا كتستحق، وكنتمنى من الله التوفيق ان شاء الله في باقي المقابلات. اكيد فالاهميه ديالها كما كيعرف الجميع في السنه الماضيه، فكما شاف الجميع فبقينا لاخر مقابله في دور المجموعات، تعذبنا شويه باش اننا ندوزو للدور الربع النهائي. لازم عليك انك في لاكاب انك تفوز بجميع المقابلات خاصه في الميدان ديالك، وتقلب انك على الاقل ثلاث نقاط تجيبها خارج الميدان. اهم حاجه بغينا ان هذا الموسم هذا ان نتصدروا المجموعه ديالنا، لان كنعرفوا اننا لافونتاج ديال انك تكون متصدر المجموعه ديالك. فاحنا غادي كما قلت لك مقابله بمقابله، كنتمنى ان شاء الله التوفيق لنا في باقي المقابلات ان شاء الله. شكرا. اذا ثلاث نقاط كانت مهمه بزاف في الميدان ديالنا، لان ما نخفيك السر بان طيله الاسبوع وخصوصا قبل المقابله في مستودع المربيسك تذكرنا النتيجه السلبيه شيئا ما اللي حققناه في النسخه السابقه. المباراه الاولى دور المجموعات كنا تعادلنا مع الرجاء هنا، وكان صعوبه في التاهل لدور الربع النهائي، حتى الجوله الاخيره عدمنا التاهل. دونك ولا في حسابات ديالنا ان جميع المباريات اللي داخل الميدان خصنا ننتصروا فيهم. الحمد لله انتصرنا بطريقه وبنتيجه امام خصم اللي ماشي سهل، اللي عنده ضعف في هذه المشاركه القاريه انيمبا ماشي سهل. اللي نتمنى هو ان الجماهير ترجع للميدان، لان الدعم ديالها اكيد بان غيشوفوا افضل من الاداء ديال اليوم. انا فرحان اليوم لان الانتصار هذا غادي يخلي شويه اللاعبين يتحرروا شيئا من الضغط، تصادف عيد ميلاد ديالي اللي كنت تمنيت يكون افضل. شكرا. كنت تمنيت افضل خصوصا ان كنا نتمنى ان نجيبوا لقب الجماهير السوسيه الغفيره. العموم طول هذه الصفحه، مازال امامنا الباركور طويل، كما قلت نتمناو يجيو يدعمونا، لان بلا بهم ما تنسوا حتى شي حاجه. فرق كبيره وعندها امكانيات بشريه وماديه، ما وصلتش هادشي اللي وصل ليه حسن كادير بامكانيات بسيطه. خصو يعرفوا بانه هما اللي خلونا نوصلوا لهادشي، لان بالجمهور هاد اللاعب تينعس بكري، تيركز بزاف، تيولي. انا في هاد العامين وهذا العام الثالث ديالي في حسنيه شخصيا ورفقه زملائي ديالي لعبنا مجموعه من مباريات مصابين، كنا تلعبوا بحقن باش الاسم ديال هاد الفريق يبقى كبير، ونفرحوا هاد الجماهير اللي تستاهل كل خير. الرساله الوحيده ديالي اليوم انهم يجيو يدعمونا، لان حنا في امس الحاجه ليهم. الفرقه ما غتكبر الا بالجمهور ديالها. الذكرى اللي ما ننساهاش هو الاستقبال التاريخي ديال الجمهور ديالنا من بعد مباراه الزمالك والاقصاء المر تما. حتى واحد فينا ما كان تينتظر ذاك الاستقبال اللي خصو لينا الفريق. تظن بان كاين شي فريق في العالم غادي يتقصى من دوره النهائي ويجي الجمهور يلتحق بالمطار ويجي ذاك الاحتفاليه اللي كانت كبيره، واللي نساتنا مباراه الاقصاء. الذكرى الاخرى اللي ما عمري ننساها هو انني مريت مجموعه من الفرق وكان عندي القاب الموسم الاول ديال حسنيه اكادير، استطعت ان ناخذ احسن حارس البطوله الوطنيه بالقميص ديال حسنيه اكادير. هذه حاجه ما عمري ننساها، لما بكل صراحه مش سهل. الفريق تيخليك انك تبغيه، بغيتي ولا كرهتي، لان جميع الظروف موازيه. الناس من تتخرج كان واحد الترحاب كبير. دونك الحصول ديالي على جائزه احسن حارس البطوله الوطنيه في الموسم ديال الاول حسنيه اكادير غادي يبقى واحد الذكرى ما عمري ننساها حياتي كامله. بكل صراحه غادي نقول واحد الهضره، كنت نتمنى ان نديو كاس العرش باش واحد النهار يمشي الحواصلي ويمشي الجيل اللي كان مع الحواصلي وكاع يتوفى الحواصلي ويموت، والجمهور يقول واحد النهار الحواصلي والرامي والطبقه كامله ذاك الجيل كامل دا كاس العرش كما دابا تيذكروا الجيل ديال اشريف وحسيني. نتمنى ان الجمهور يعذرنا ولكن يجي يساندنا، حنا في امس حاجه ان شاء الله. شكرا. الحمد لله على الثلاثه النقاط.
اللي صراحه جات فوقيتها تخوا بوا مهمه بالنسبه لنا اللي غتخرج لنا واحد القوقعه ديال كنظن على انه غادي نقول نتائج سلبيه اللي من بعد الفينال اللي صراحه كانت واحد الاجواء شويه مكاربه يعني دمرنا شويه معنويا كيف شفتوا نتوما وكنا حنا طامحين في هذا اللقب اللي صراحه ضاع منا كنتاسفوا الجماهير ديالنا من هذا المنبر هذا وتنوعدهم ان شاء الله على انه في هذا لاكوب هذا خصيصا في هذا لاكوب ديال الاتحاد الافريقي اننا غادي نحاولوا نديروا الماكسيموم باش نمشيو لابعد نقطه ونحاولوا نفوزوا في جل المباريات اللي غنلعبوا في الميدان ديالنا اللي تخلينا نمشيو باريحيه في المجموعات. كنظن على ان الخصم صراحه تفاجئنا شيئا ما، كنا تنظن الخصم غادي يكون قوي، الحمد لله حنا دخلنا احترمنا الخصم لعبنا ند في بخومي ميطون اللي صراحه تنظن على انه جاونا بوكو دي زيكوازيون، استغلنا منهم جوج، الحمد لله على ثلاثه النقاط، وتنبغي نقول للجماهير ديالنا يجيو من هذا المنبر هذا تنبغي نقول لهم يجيو يساندوا الفريق ديالهم، فهذا كيبقى الفريق ديالهم، صراحه حنا متاسفين بزاف. ما عليهم الا ياجرونا ويحجوا بكثره ويشجعوا الفريق ديالهم لانه راه اللاعبين تيمشيو المدربين تيمشيو تيبقى الجمهور غادي يفرقشوا من هذا المنبر تنبغي نقول لهم انهم يجيو ياجرونا لحقاش لولا الجمهور ما غاديش نكونوا حنايا في هذا المستوى هذا وشكرا للاعبين اللي صراحه برهنوا اليوم على ان الفريق كيستاهل ثلاث نقاط. اولا كما كتعرف فريق انيمبا عنده عده مشاركات افريقيه كما حنا كان لازم علينا اننا نحققوا المبتغى ديالنا اللي هو ثلاث نقاط داخل الميدان ما كيسمحش لنا باش نهزموا ولا حتى نتعادلوا لان الا كنتي باغي يعني تمشي بعيد في هذا لاكوب لازم عليك انك تحقق الفوز داخل الميدان وتحاول تجيب نقطه اللي تخليك انك دائما في سبوره الترتيب متسلق سبوره الترتيب. الحمد لله كما كنقولوا اللاعبين مشكورين لاي واحد ساهم في هذا الفوز بالاخص الجماهير اللي جات سندتنا لان هي الدعم الوحيد ديالنا. الحمد لله كما شفتوا السنه اللي فاتت يعني كان عندنا منافسين اللي كانوا معنا داخل البطوله اللي كانوا كيعرفونا مزيان وكنا كنعرفوهم كما كتعرف الفريق الرجاء ولا بركان اللي كانوا معنا في السنه اللي فاتت. الحمد لله هذه السنه هذه معنا فرق اللي ما كنعرفوش عليهم بزاف وهم ما كيعرفوناش بزاف يعني كنعرفوهم كنشوفوهم في لي فيديو في لي ماتش اللي كيلعبوا. الحمد لله اشتغلنا على نقاط الضعف ونقاط القوه ديال الخصم. الحمد لله سجلنا جوج الاهداف اللي خلونا نلعبوا مرتاحين رغم اننا كنا عينا نسجلوا اكثر من جوج الاهداف. كما قلت لك في الاول يعني المهم هو اننا نحققوا ثلاث نقاط اللي تخلينا اننا نتسلقوا سبوره الترتيب ونشوف المجموعه دائما في الصداره. نساو هذه المقابله ونفكروا في المقابله ديال اللي عندنا في الجزائر اللي تكون مهمه ومهمه بزاف. بسم الله الرحمن الرحيم. المقابله كانت مقابله صعبه توعد الخصم اللي تولي جاي مدينه اكادير باش يحقق ثلاث نقاط. اللاعبين كانوا واعيين بالمسؤوليه اللي عليهم انهم هذه المقابله ثلاث نقاط لا غير تبقى ناخذ تعليمات المدرب عطات الوجيره وسجلنا هدفين. تحكمنا مزيان المقابله من الدقيقه الاولى كنا نسجلوا ثلاث اهداف واربع اهداف. الحمد لله على النتيجه هذه. كنشكر اللاعبين ولا الطاقم التقني والطاقم الطبي وكنشكر جماعه اللي حجزت المدينه الملعب وسند الفريق لها لان الفريق بدون الجمهور ما عندوش واحد الثمار ديالو. وحنا وحنا مقابله كاس العرش اللي لازمنا في النهايه غادي نوعدوا الجماهير ديالنا اننا نحققوا لهم واحد اللقب اللي متعطشين ليه وان شاء الله كنتمناو نساندوا الفريق لان الفريق احتاج لهم في الظروف هذه ورغم المشاكل الداخليه للفريق داك الشيء كيبقى ابار لاعبين تقوم بمجهود تاعهم واللي عليهم كنتمنى انهم يجيو يساندوا الفريق تاعهم ان الجمهور احتاج لهم في الظروف هذه ولماذا نحققوا هذا اللقب ولماذا نحقق القاري او البطوله الوطنيه ان شاء الله كنتمنى انا كنوعدهم ان الفريق اللاعبين يقوموا بالمجهود تاع اللي عليهم ولماذا نحققوا هذا المشغل اللي هو معطش لجمال السوسي ولا اللاعبين تاعهم نوع هذا اللقب ونسوا خساره اللقب في كاس العرش ان شاء الله.